تشاهدون في هذه الحلقة. في مواجهة الشحن الطائفي للانقلابيين الحوثيين، مخيم صيفي بتعز يستهدف شباب وفتيات المحافظة بتعزيز الولاء الوطني. في المعافر جنوب تعز، مشاتل زراعية تعتمد نظم الإنتاج الحديث بالاستفادة من بيئة المنطقة الخصبة. أمل الشرعبي واعدة في مجالي فن الرسم والخط، والسؤال عن كيفية موائمتها بين الهواية ودراستها في الطب. أهلا بكم من جديد. في البداية إطلالة سريعة على أهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. اختتمت بتعز فعاليات المخيم الصيفي الكشفي الثاني الذي احتضنته جامعة تعز بمشاركة أكثر من 150 شابا وشابة. وفي حفل أقيم السبت بالمناسبة ألقيت العديد من الكلمات من قبل ممثلين عن الشباب والرياضة وجامعة تعز وقيادة مفوضية الكشافة، أكدت في المجمل نجاح المخيم الذي استمر لأسبوع كامل. وأشارت الكلمات إلى أهمية إقامة مثل هذه المخيمات لاستغلال الإجازة الصيفية في بناء مجتمع حصين، وذلك من خلال تعزيز الانتماء وغرس قيم الولاء للوطن وتحصين شباب وشابات المحافظة من أي فكر طائفي كذلك الذي تنشره ميليشيا الحوثي الانقلابية، أو بمواجهة الأفكار الدخيلة والهدامة وذلك من خلال البرامج التوعوية والهادفة. هذا وكان قد تخلل الحفل العديد من الوصلات الفنية والإنشادية الوطنية، وهو ما أثار حماس الحضور ونال استحسانهم. دشن بتعز المعرض العيدي التسويقي الثاني للمرأة المنتجة، ويأتي هذا المعرض الذي أقامته الجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي في إطار الدعم وتشجيع المرأة التعزية وتسويق منتجاتها بهدف مساعدتها على الكسب والرزق من صناعة يدها وتمكينها من تجاوز آثار حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية على الحالة المعيشية والوضع الاقتصادي في تعز. وتنوعت المعروضات بين منتجات حرفية وأعمال يدوية عكست قدرة المنتجات في تعز على إبراز الموروث التقليدي للمحافظة، خصوصا في المشغولات الصوفية والخزفية والحرفية. مشاهدينا، تولي الجهات المعنية بتعز اهتماماً بالشباب بالنظر إلى أهمية هذه الشريحة التي تعتبر القوة الكامنة في هذه المحافظة الكبيرة، ويعتبر المخيم الكشفي الصيفي أحد أهم هذه المناشط التي تهتم بالشباب وتملأ أوقات الفراغ الذي يتشكل في فترات العطلات الصيفية عقب انتهاء فترة الدراسة. هي تعز التي تواجه الموت بالحياة وتفجر من طاقات وإبداعات فتياتها وشبابها حركة تملأ الأرض نشاطاً وحيوية. المشهد هذا لأكثر من 150 مشاركاً يمثلون جامعة تعز وبعض الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، وهم يؤدون الحركة الكشفية ويمرون أمام السارية التي يرفرف عليها العلم الوطني ضمن المخيم الكشفي الصيفي الثاني الذي بدأ أول فعالياته قبل أيام. الآن إحنا في وضع حرب الآن، والشباب نشين خريج الشباب من الوضع اللي فيه الآن إلى وضع كشفي أيضا ريادي مخيمات شبابية، نوع من التغيير. المخيم الذي يستمر أسبوعاً ووفقاً للقائمين عليه يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية القدرات الشبابية والمساهمة في تنميتها فكرياً وروحياً، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين والمبدعين والعمل على تطبيق مناهج الحركة الكشفية المتقدمة. في داخل المخيمات هذه العديد من الأنشطة، منها الأنشطة التوعوية الاجتماعية والخدمية أيضاً. ايضا في بو مخيمات صيفيه يعني شبابيه اللي هو نشاط رياضي، في معنا نشاط فني، امسيات، سمر، رسم، الرياضه بانواع، معنا طائره يد، يعني مختلف الانشطه الرياضيه.
المشاركون اعتبروا هذا المخيم فرصة لهم للتعرف على خبرات وتجارب واكتساب مهارات ومعارف جديدة، والعمل ضمن روح الفريق الواحد وبما ينسيهم هموم حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية والظالمة على تعز والوطن. سنتين من عمري قضيتهم ما قدرت أني أدخل ألتحق بالجامعة قبل ما يفتتح السكن الجامعي بسبب الحرب. حالياً جت الفرصة لعندي بعد ما فتح السكن الجامعي ودخلت أدرس مخيم مثل ذا، أحاول أعوض فيه بعض وإن كان جزء بسيط من المهارات اللي ما قدرت أكتسبها في السنتين الماضيتين. هذا المخيم جاء بمثابة ترفيه لنا أولاً، ثانياً تعلم أشياء جديدة، إضافة إلى أهم نقطة وهي تعرف على أشخاص جديدة، فسمح لنا إنه نخرج من الحالة التي كنا فيها من حالة العزلة، من حالة البؤس، فإلى حالة المرح وسرور الدائم. المخيم الذي احتضنته جامعة تعز مثل فرصة لتوجيه برامج تستهدف الشباب من الجنسين وتعمل على رفع الوعي، ومنها تلك التي تركز على التوعية بأهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. استهدف المخيم بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة تقيم 18 جلسة رفع وعي بقضايا الحوار الوطني التي نقشت في الحوار الوطني، وتعمل على عملية رفع الوعي لدى المجتمع والآن لدى الشباب بأهمية المخرجات لتحقيقه، حتى يكون هناك فيما بعد مناصرة لتنفيذ المخرجات الحوار الوطني. وإذا كان انخفاض مستوى المشاركة في المخيمات الصيفية مقارنة بالأعوام الماضية وعدم توسعة مشاركة شباب أرياف تعز قد عد أحد أهم المآخذ على إدارة الحركة الكشفية بتعز، فإن استمرار المخيمات بحد ذاته يعتبره الكثير أمراً إيجابياً في ظل ظروف الحرب على المدينة، باعتبار أن تواصل الأنشطة هو الاهتمام بفئة الشباب القوة الكامنة التي يعول عليها في النهوض في أي من المجتمعات. ولتسليط الضوء على نشاطات المراكز الصيفية والكشفية بتعز، يسرنا أن نستضيف مفوض الكشافة والمرشدات بتعز الأستاذ محمد قائد مكرد. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم، شرفتم. ما الأسباب التي جعلت المراكز الصيفية للكشافة تتراجع بالنظر إلى قلة عدد المشاركين هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة؟ طبعا بالنسبة للأنشطة الكشفية أو المخيمات الصيفية، هي الآن في موجود مخيمات صيفية وفي مراكز صيفية حق الشباب والرياضة التي تبع الأندية موجودة، وبالنسبة للكشافة هي تعتبر جزء منها اللي هي المخيم الكشفي الذي يعتبر مخيم نوعي، وهذا طبعا يعني يجسد روح الوحدة الوطنية، وهي طبعا أيضا الولاء الوطني للشباب، وتعطينا دعم أو للشباب على أساس أنهم يستغل أوقات الفراغ في أشياء يفيدهم وليس تراجعا. هذا المخيم هل هو نستطيع أن نقول الأول من نوعه يعني في المحافظة بعد الحرب، أم أنه سبقه مخيمات؟ لا، هو هذا المخيم الأول، هو يعتبر المخيم الثاني بس السابع كان في مدرسة نعمان السام السنة الماضية، وهو يعتبر الأول للمهارات، كان للمهارات. السنة هذه نوع زاد التوسع شوية، وتروا الأخ الوزير تكرم وتوجه بمقامة المخيم وسعنا، وكان السنة الماضية الجامعة ما دخلتش، كان جامعة تعز لم تدخلها، كان للمدارس فقط الكشافة والمرشدات، لكن السنة هذه توسع الموضوع وزاد العدد أيضا وأعطى دفعة للشباب أن يشاركوا بقوة. كم عدد المشاركين في هذا المخيم؟ طبعا العدد المشاركين اللي احنا كنا متوقعين على أساس أنه 200 شخص، لكن بسبب ظروف وسبب أشياء معينة اللي هي بالنسبة لاختبارات الجامعة طلاب الجامعة فتقلص العدد تقريبا إلى 150 شخص، ما بين 150 إلى 200. المشاركين المختارين من الجامعات فقط أم أن هناك مشاركين من المدارس؟ لا، في من المدارس أيضا، مدارس والطالب من الطلاب والطالبات، بس إنما الأغلبية بالنسبة للطلاب من الجامعة، بالنسبة للبنات الأغلبية أيضا من المدارس. ما أهم البرامج الصيفية التي سيتضمنها هذا المخيم؟ طبعا اهم البرامج هي جميع البرامج اول حاجه البرنامج الديني اللي يعتبر مسابقات القران الكريم في الجزء الخامس والجزء الثالث والجزء الخامس اسمه
الجزء الثالث والخامس والعاشر، يعني في 5 أجزاء في 3 أجزاء، مشاركين من كل مخيم يعني مجموعة 3 أشخاص، ويتم المسابقة ويطلع من الفائز بالنهاية. هل هناك أستاذ محمد في أنشطة أيضا غير المجال كلمتك عن المجال الديني؟ باقي معنا الجانب الثقافي، المجانب الثقافي القصة، في الشعر، في المقالة، في أيضا النشرات، المجلات الحائطية، النشرات، هذه بالنسبة للثقافة، وأيضا مسابقة عامة ثقافية موجودة في داخل المخيم. كم سيستمر هذا المخيم تحديدا؟ بيستمر 8 أيام إلى يوم الأحد تقريبا، آخر نشاط له، والاختتام بيكون إن شاء الله إذا ذاك يوم الاثنين. هل هناك ممثلين لطلاب المدارس والحركات الكشفية في أرياف تعز يشاركون في هذا المخيم؟ لا، الأرياف الأول يعني للأسف إنه المرة هذه، لأنه حسب الإمكانيات هو من المدينة فقط، والأرياف إن شاء الله في السنوات القادمة يكون لهم أقوى يشاركة في الأعمال القادمة إن شاء الله. أهم الجوانب التي تركزون عليها في قيادة الحركة الكشفية بتعز وبما يسوق المهارات المشاركين والمشاركات؟ طبعا الأشياء اللي نحن نشوف أهم حاجة عندنا إنه النشاط الكشفي يعتبر حركة، أو الحركة الكشفية حركة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع. أهم شيء إنه إيش، ما فيش مشاركة أي سياسة، لأنه العمل الكشفي طوعي، وأي عمل سياسي يحرق أي نشاط موجود في هذا الموضوع. فنحن اعتبرنا إنه الكشافة كلها عمل تطوعي غير سياسي، يهدف إلى بناء الشباب وقدرتهم الجسمية والعقلية والروحية، إضافة إلى أنه تساقل مواهبهم في الأنشطة التي يقدمونها، كان في الإسعافات الأولية، كان في مهارات التدريب، في مهارات السكرتارية، في مهارات العلاقات العامة والإعلام. عندنا دورات ورشات داخلية في إطار هذا المخيم نشرحها للشباب، في النشاط الثقافي، في النشاط الرياضي، في النشاط الكشفي أيضا الذي هو حق التخييم، الرحلات، هذه موجودة من داخل من ضمن النشاط الكشفي اللي موجود. أيضا الالتزام بالتقاليد الكشفية من ناحية تحية العلم، من ناحية الأشياء الرسمية اللي موجودة بالنسبة للشباب حقنا الكشافة والمرشدات، على أساس أنهم يعطوا لنا انطباع آخر، ويكون أهم حاجة الولاء للوطن هذا. هل تأخذون تأثيرات الحرب على شباب وشابات تعز في عين الاعتبار وتقديم يعني برامج تخفف من هذه التأثيرات عليهم؟ أكيد 100%، لأنه نحن كمان نعاني وكلنا موجودين نعاني من هذه الحرب، وطبعا نحن ما نجيبش إنه قد نحن خلاص بنلتزم بالكشافة وعلى أساس إنها بتكون هي، لا، نحن الآن نحاول نحن نستقطب الشباب بقدر الإمكان، وبحسب الظروف اللي موجودة وبحسب التهيئة نحاول نحن نعيش على أساس أولياء الأمور يقتنعوا بهذه الحركة، برغم إنها الحركة تساهم في بناء الشباب في تنمية قدرتهم، ولذا ما نحاولش نحن نضغط عليهم ونجيب الأشياء الذي قد موجودة معنا، برغم أن الكشافة تعتبر شبه عسكرية، لكن نحن الآن نعتبرها كنشاط، لأن كان من أول ما فيش برامج، الآن في برامج، في النشاط الثقافي، في النشاط الاجتماعي، في النشاط الكشفي، كان من أول كلها عسكرة وبس، لكن الآن غير العملية، والحرب هذه أعطت لنا دروس أن نحن كيف نقابل الأشخاص هذو، كيف نأدي دورهم، كيف يعدوا، ولهذا استطعنا أن نحن نجذب مجموعة من الشباب على أساس أنهم يبقوا النخبة للشباب ليقوموا بعدين بالتدريب في المدارس في الجامعات، يقوموا هو بدورهم. ما هي رسالتكم الأخيرة في ختام هذا اللقاء؟ والله جميع الرسالة الأخيرة إن نرجو من الناس أو من الأولياء الأمور ومن المكاتب التنفيذية ومن السلطة المحلية أن تدعم الكشافة وتقدم لها، برغم أنها نشاطها تربوي اجتماعي خدمي، وإنما نحن مستعدين، عندنا شباب، عندنا طاقات مستعدين نشتغل بهم، لكن ما فيش أحد. أهم شيء عندي إنه الآن نقدر نأدي رسالتنا بداخل المجتمع، ونشتي نخدم المجتمع بأي طريقة كانت. أهم شيء إن الأحزاب السياسية لا لها دور فيه، بالنسبة إحنا ما نشتيش تضغي في الكشافة فقط، وإنما مستعدين نخرج نخدم ننظف نأدي أشياء أيضا خدمة مثل الأمراض الوبائية، مساعدة الناس في الإغاثة، في ترتيبات كل شيء مستعدين، وعملنا طوعي مستعدين نشارك فيها. نرجو من الناس الذي هو الجهات المختصة الرسمية في المحافظة أن تطلب الكشافة، ونحن مستعدين في أي شيء نقدمه. الأستاذ محمد قائد مكرد، مفوض الكشافة والمرشدات بتعز، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذه الفقرة. شكرا لكم جميعا، وشكرا للأخوة الموجودين معنا في هذا المكان والذي شرفونا ونزلوا وتكرموا ونزلوا إلى موقع المخيم وأدوا دورهم، وشكرا لإدارة القناة، وشكرا لكم جميعا.
مشاهدينا، تعتبر مناطق جنوب تعز من المناطق الزراعية التي يزداد فيها الإخضرار مع موسم هطول الأمطار في فصل الصيف، وتمثل المشاتل الزراعية بمنطقة المعافر واحدة من صور انتقال أبناء المنطقة لنظم الزراعة الحديثة. نتابع. كان لزاما علينا ألا نقاوم إغراء الطبيعة وألا تتوقف رحلتنا عند وادي الضباب، حيث وافر الخير وعطاء الأرض. واصلنا مسيرتنا وكانت مركبتنا تشق الطريق باتجاه جنوب مدينة تعز، حتى استقر بنا المطاف بمنطقة الكلائبة التابعة لمديرية المعافر. استوقفتنا مناظر الطبيعة الساحرة وخضرتها التي تمد الروح بالحياة وتجعلها في استقرار واطمئنان. كانت إطلالتنا بادئ الأمر في منطقة الكلائبة على بيوت معروشات من البلاستيك تتماثل من حيث الشكل، وقد تم ترتيبها على ما يبدو بنسق هندسي موحد، ليدفعنا الفضول في السؤال عن كنه هذه المحميات في هذه المنطقة ذات الغطاء النباتي الكثيف. احنا اسسنا المشتل في سنة 2008، اسسنا المشتل وبدينا نشتغل ونوزع للجمهورية اليمنية، أبيان، الحديدة، عمران، ذمار، صنعاء، يعني شتلنا لأكثر المناطق. بالبداية كان النسبة قليلة على المشاتل، كان ما فيش طلب. الآن الحمد لله ومن فضل الله ما نقدرش نغطي الناس، يعني الآن في إقبال على الشتلات، الناس بدأت تتجه نحو المشاتل. مشاتل كان المشتل الأول بالجمهورية، الآن بالجمهورية اليمنية كم يا مشاتل. ما إن تدخل مشاتل هذه المنطقة والتي يعد مشتل أرض الجنتين أكبرها، حتى تشعر بحرارة جو مرتفعة نسبياً، يفسرها العاملون بأنها نتاج تغليف المحمية بأحكام، وبما يجعل الشتلات تعيش تحت درجة مناسبة وملائمة لعملية الإنبات. درجة الحرارة توصل من 20 إلى 25 درجة، هذا بالنسبة للفترة للإنبات بشكل، لكن بالنسبة للتربية الإنبات تشيل درجة حرارة عالية توصل إلى 50 درجة مئوية بالفترة 72 ساعة. بعد كذا تنقل، لما تنقل إلى المشتال تكون درجة الحرارة 20 25 درجة، حتى لو ارتفعت درجة الحرارة على عن 20 درجة 25 27 درجة ما تأثرش، يستخدم لها بعض الهرمونات على أساس تخفف من درجة الحرارة للزراعة. عن سر تفوق هذا المشتل بمنطقة الكلائبة حدثنا خبراء زراعيون كانوا برفقتنا في هذه الرحلة، إن مشتل أرض الجنتين اكتسب أهميته من حيث إنتاجه لصنوف نباتية غزيرة العطاء ووفيرة المحصول، وتتصدر بذور طماطم صنف كريمة القائمة، كما أن للبذور الذي يقدمها المشتل مثل بذور الخيار والفلفل الحار والكوبج وغيرها دور في تحسين الصنف وتجويد مخرجاته، وهو ما جعلنا نتساءل عن ما يميز زراعة المشاتل عن الزراعة في الأرض المستدامة. إذا قد تزرع مثلاً 50 قصبة عندنا مثلاً نزرع إحنا بعشرة البذرة مغلفة، لكن إذا زرعنا بالمشتال عن طريق المشتال بشتلات 2000 شتلة بالكثير نزرع ال 50 قصبة، وهذا شوف الفارق 10 البذرة مقابل 2000 شتلة، عندك وفر كبير جدا بالنسبة لتوفير البذور كذلك عملية الزراعة. العمر الطبيعي للشتلة مقيم من الفيروس، لأنه الفيروس يصيب الشتلة بالأيام الأولى. ثاني شيء إنه موفر على اقتصاديا ماليا يمكن بحدود 40%. تمر عملية إنتاج الشتلات في هذه البيوت المغلفة بطرق معينة، لابد للعاملين اتباع التعليمات فيها بدقة، وذلك للحصول على شتلات نباتية بأقل قدر من المفقود. أول شيء نعبي بتموس الصواني، بعدها نبرشين نطرح البذرة، الصندوق هذا 216، بعدها من بعد ما نذرة نكبسهن، من بعد الكبسة نسقيهن،
بعدها دخلناهن داخل المخزن نخمرهن وغطيناهن بالطربال لمدة 3 أيام 4 أيام لمدة ما تلبت خرجناهن داخل المحمية. امتدت خدمة هذه المشاتل في تعز إلى المحافظات الأخرى، ما جعل كثير من المزارعين يستفيدون من خدمات البذرة المحسنة والهجينة، وبالتالي تحقيق الأرباح في ظل اتباع نظم الزراعة الحديثة والمتطورة. إنتاجية المشتل 20 مليون شتلة بالسنة. بعض المزارعين قد شلوا من المشاتل، أخذوا المشاتل بدأت مشتل أرض الجنتين، شتلتها قوة ممتازة جداً، فننقل المناطق نعمل له عملية تقسية يوم يومين، نزرعه بالأرض المستديمة، فهناك فارق كبير جداً، الشتلة تكون قوية والتقدير ممتاز بالبيئة، بيئة البتموس اللي يسمونها البيئة الزراعية، كذلك المقاومة. وتعتبر تعز من المناطق الزراعية في الجمهورية اليمنية، حيث تسهم برفد الأسواق المحلية بمحاصيل زراعية كثيرة مثل الخضار والفواكه بأنواعها المختلفة. على الرغم من التحاقها بكلية الطب جامعة تعز، إلا أنها ظلت متمسكة بهواياتها التي ترعرعت معها منذ الصغر. القصة التالية لأمل الشرعبي، الطالبة في الجامعة والمبدعة في مجالي فن الرسم وكتابة الخط العربي. عندما تجتمع الهواية والرغبة في الإبداع يكون الإنجاز في وقت قياسي، والمحصلة عمل فني متكامل الأركان، كهذه الصورة الوليدة التي أنجزتها أمل الشرعبي الموهوبة الواعدة في الفنون التشكيلية وفن الخط العربي. تقول أمل التي تدرس الطب في جامعة تعز إن موهبتها في الرسم بدأت تتشكل في الصغر، غير أنه مع إتمامها الثانوية العامة بدأت في التحول نحو عمل احترافي يبنى على أساس تعلم القواعد والاحتكاك بأصحاب الخبرة من الفنانين التشكيليين والأكاديميين. الرسم كان منذ صغري كنت أحب الألوان، وكنت أخربش خربشات طفلة، ليس بمفهوم أنني أتعلم أو أنني أجيد الرسم، فقط كانت كخربشة طفلة وتمضية وقت لا أكثر. وبعد تخرجي من الثانوية كنت افتتحت على مواقع التواصل الاجتماعي وأكثرت من دخول بعض المواقع، ورأيت رسامين ورسامات أشعلوا بداخلي شرارة الفن. لم تكتفي الفنانة الواعدة بالرسم، بل سعت مع انفتاحها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعلم فن الخط، وهي الآن بمرحلة إتقان خط الرقعة والبدء بتعلم خط الثلث. طبعاً في 2018 كنت قد بدأت بالرسم، وأيضاً فتحت مواقع كان هناك خطاطين كبار، و كنت أرى بعض الخطوط وأقلدها، فلم يكن بالشكل جدي أنني أتعلم أو أفكر أنني أتعلم الخط العربي، فقط كنت أرسم. وحول ما إذا كان هناك تعارض بين دراستها في الجامعة وممارسة هوايتها في الفنون التشكيلية، تؤكد أمل أنه لا تعارض رغم اعترافها بأن دراستها في الطب تشكل ضغطاً عليها، وبالتالي وجود تأثير على عملها الإبداعي. دخلت كلية الطب لكن لم تكن معرقلا تماما لهوايتي، إذا طالما أنني أوفق بين كليهما بين الرسم والخط والدراسة فلم أهمل أي منهم. عند أمل العمل في مجال فنون الرسم والخط يكسب صاحبه عديد المزايا، وفي مقدمتها سعة الخيال والإتقان، غير أن الأهم من وجهة نظرها الصبر الذي يجب أن يتحلى به كل من دخل هذا المعترك أو يعتزم تعلم الرسم أو فن كتابة العربية بخطوطها المتنوعة.
أنصح من يريد تعلم الخط العربي، أنصح الجميع بتعلمه، لأنه فن يعلمك الصبر ويعلمك كيف ترى الحياة بمنظور آخر، وأن لا ينقطع أبداً عن ممارسته، أو أن يحتك بفنانين كبار لكي يدخل بهذا الفن بقوة. تعتبر أمل مقارنة بمن سبقها حديثة عهد في الفنون التشكيلية، إلا أن لوحاتها وتصاميمها تشير إلى بدايات قوية، حيث تمكنت الواعدة من اقتحام معارض الداخل الفنية وفعاليات الرسم على الجدران والمراسم الحرة. كانت أول بداياتي في المشاركة بالمعرض كان هو العالم يرسم في تعز، هذا أول معرض كنت أشارك فيه، وبعد ذلك شاركت باليوم المفتوح للفنون في شارع المرور برسمة جدارية هناك، أيضا شاركت باليوم المفتوح للفنون. ولم تستطع الحرب على تعز من ثني مثقفي المحافظة وفي مقدمتهم الفنانون التشكيليون من ممارسة نشاطاتهم وإخراج إبداعاتهم الممزوجة باللون والريشة. إلى هنا نكون وإياكم مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الله وحفظه حتى الملتقى في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة، إلى اللقاء. مدينتي نعم المدينة تقاها الصبر.